مرحبا. جمعية همام تأسست سنة 2010. شباب والصبايا من القاع، كل حدا عنده اختصاص عم يخدم الجمعية من عبر اختصاصه لضيعته. الهدف منا نرسخ أولاد الضيعة، شباب والصبايا وكبار بالعمر بضيعتنا. مع حلول جائحة كورونا اللي شلت حركة المنطقة، بجمعية همام كفينا شغلنا. كنا عم نفكر كيف نساعد أهل المنطقة ضمن المعايير الوقائية اللازمة. اقترحت مشروع الزراعة لكل جنينات البيوت اللي قاعدين فيها أهلها، من ميلة اكتفاء ذاتي، ميلة تانية عم ناكل أشياء صحية. نستثمر وقتنا بشي بيفيدنا، عم نتقرب أكتر من الأرض. فهيدا المشروع كتير لقى صدى كبير عند العالم. قدمنا فلاحة الجنينات بموتورات متعددة، بالإضافة للبذور والشطور اللي قدمناها. مهما تقسى الأيام علينا، لازم يكون عنا الأمل والرجاء لنقدر نتخطى كل الظروف الصعبة بحياتنا.